كنطلب الحق هاد المرأة هادي، الدولة رزقها وجراو عليها الزنقة، أنا اللي هزيتها، هي مريضة خصها مصروف، خصها بزاف ديال الحوايج ديال الطبيب، خصها بزاف، أنا اللي كنخدم وكنجي كنصرف عليها، أنتي كتشوفي ضربولي في راسي، ملي ضربولي في راسي مكاينش لا يخدم عليهم أختي، خويا ضربوه في يدو في صبعو تقصح، أنا ضربولي في راسي، أنا جالس في رمضان هذا اللي جرى مكانش فين نخدم، كنت أنا اللي خدام عليهم باش نجيبهم طريف الخبز نشري لجدتي الدواء ونهز راسي ونهزها حتى هي، ولادها جاوا عليها على برا، هي بقات مسكينة في القناة عندنا، واش نقول لك؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، كنطلب ربي سبحانه وتعالى والملك والحموش يشدوا الحق لهاد المرأة هادي، أمامي دوني الورثة، دوني المهم البقر، دوني البهايم، دوني الكسيبة، دوني الأرض ديالي، جراو عليا، عطوني هاد الحانوت هادي، مال الدار غير المحسنين هما اللي تعاونوا معايا حتى في الضلال هاد البيت هاد. غير باش نسكن انا وجداتي وخوتي نسكنوا فيها، وهاد المرا هادي التيران عندهم الدار عندهم تيران تمايا، وجراو عليها انا اللي جات جات عندي عزيتها حسبتها الوالده، غير باش ما يضحكوش فيا انا الناس، وانا اللي خدام عليهم، ولاحوا عليا اختي بواطي، كنت تعديت على اختهم، وانا ديك الساعه كنت في مولاي دري الزرغون، كنت عند الخوا دريه كاينين الشهود، ومشيت للدرك الملكي ديال سيدي علي، صافي خدمونا معانا القانون، جبت لهم الشهود تما، وما كاين والو ما داكشي. ملي خرجت لهنا جاو عمي مع ولادو ثلاثة بيهم، هو الرابع، ربطو عندي القهوة تما، لقاوني جالس تما، ربطو عليا بالزبابر والشواخر، بقا كيضربو لي في راسي، عندي 14 غرزة في راسي، في راسي، ودابا كنطلب كنطلب ربي سبحانه وتعالى والملك والحموشي يشوفو في حقي، راه الناس راه ظلموني، داولي رزقي، داولي بزاف ديال الحوايج، وزايدون هاد الشيء هادي راه عندها 130 سنة، هاد المرا هاد 130 سنة اللي عندها، وجراو عليها. انا اللي هزيتها جيت بس دخلتها عندي في الدار خمس سنين هادي باش كانت عندي في الدار، دابا ملي مجلاو على جداتي هضرنا معاهم قلنا ودي اشنو علاش جريتي وعلى امكم لا الزنقة وكدا، راه امكم هادي خصكم تهزوها، الا كنا هما كيتمشيو غير بالعيالات ديالهم، العيالات راه ما بغاوش جداتي تبقى عندهم تما في الدار، وجراو عليها واش نسمح فيها انا، صافي المهم اللي كليتها تاكلو معايا، خصها شي حاجة نخدم انا نخدم ونموت عليها نجيب عليها هاد الشيبانية باش تاكل، باش ما يضحكوش فينا الناس. الله يرضي عليك. دخلت عندي للدار واشنو عطاني؟ عطاني غير هاد الحانوت اللي هنا اللي كنا داخلين عند ادب، هذيك اللي عطاولي واحد ايام المحسنين هما اللي تعاونوا حتى درنا هاد جوج ديال البيوت ديال الضاله، ودخلنا لهنا ودخلت معايا جداتي، وكانت ربي سبحانه وتعالى والمالك والحموشي شدوا الحق لهاد المراه هاد، امامي هضرت معاهم حتى واحد ما كيتسوق لي، كتهضر مع شي واحد كيعطيك بالظهر،